شو ما عندك تشج؟ ليش ما حد جيت هيك من البداية؟ يلا باي. أهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة للنفس السريعة. يعني ليش ما حكيت شيء؟ يعني ليش ما حكيت شيء؟ ليش ما قلت لي؟ Warum hast du denn nichts gesagt? Okay. واحد عنده صداع أو يكون مريض وأنا بقول يلا يلا ساعدني إلى آخره، هو يساعدني وما يقول شيء، وبعدين أنا بلاحظ إنه هو مريض وأساساً كتير صعب عليه، بقول ليش ما قلت لي شيء يعني؟ ليش ما قلت شيء؟ أنا أقول Warum hast du denn nichts gesagt؟ أوكي، وهي جملة مفيدة ومستعملة بشكل يومي، بدنا نقول هذه الجملة بشكل سريع. أولاً Warum، أوكي هاي مو مشكلة. Warum has und du بتصير ت ودن بتصير هم، والاثنين بسكون عليهم. يعني راح تقولوا شو هذا سكونين لآخرين؟ عندكم باللغة العربية كلمة دين، اثنين، واحد اثنين، هاستن، مثل اثنين، عندكم هذا يعني اثنين بالعربي. Warum hasten nichts gesagt؟ تشديد كمان على sagt بنهاية الجملة. Warum hasten nichts gesagt؟ Warum hasten nichts gesagt؟ Warum hast nichts gesagt؟ Oh, ich habe viele Probleme mit der Familie und so, und du willst immer was von mir. Entschuldigung, warum hast du nichts gesagt? Hey, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.